معنا مداخلة الأستاذ مؤنس حواس الكاتب المتخصص في تكنولوجيا المعلومات. برحب بيك يا دكتور، ولو تشرح لنا أكتر عن هذه الميزة يعني إيه؟ أهلا بحضرتك أستاذ خلود وكل السادة المشاهدين. الميزة دي ميزة جديدة طرحتها واتساب النهاردة للمستخدمين، هدفها إن هي تقلل كمية رسائل البريد العشوائي اللي بتوصل لهم. الفكرة إن هي بتخليك بدل ما أنت تحتاج تفتح التطبيق وتدخل في قائمة الرسائل وتدور على الرقم أو الرسالة المزعجة، أنت بتقدر بشكل مباشر من خلال الواجهة الرئيسية للموبايل أو مش خلال الشاشة من بره أن أنت بتحذر الرسالة دي، مجرد بس دوسة طويلة وبتعدل من الرسالة. بتعمل لها بلوك او بمعنى اصح ان دي رساله مزعجه، مش بلوك، يعني بلوك المقصود بها ان ده حضرتك بتعملي حظر للرقم قد ما انت بتعملي ان ده الرساله دي مزعجه. بعد كده بيبقى في خطوه ثانيه ان احنا بنقول ان الرقم ده بيبعت رسائل مزعجه. تمام. بس فطبعا الخطوه دي جايه دلوقتي ان واتساب حاليا عليها اكتر من 2 مليار مستخدم، مع العدد الكبير ده في طول الوقت رسائل بتوصل، يعني بتبقى مزعجه كتير قوي للمستخدمين، فالمنصه طول الوقت بتحاول ان هي تقلل من نوعيه الرسائل دي. طبعا هي طرحت كذا حاجه خلال الفتره اللي فاتت، بس تعتبر دي احدث ميزه فيها. علشان الرسائل مش بس بتكون عشوائيه ومزعجه، احيانا بيبقى في محاولات لل يعني لاختراق الموبايل من خلال رسائل الواتساب، فيمكن على ما اعتقد ده خلى واتساب ان هو يعني يحط ميزات جديدة للمستخدمين. هو زي ما قلت لحضرتك، مع العدد الكبير عدد المستخدمين الكبير الموجود على المنصة، نتكلم النهاردة في أكتر من 2 مليار مستخدم، طبعا طول الوقت بتبقى فيه محاولات إن هم بيستغلوا المنصة في محاولات اختراق المستخدمين، محاولات نصب، محاولات يعني حاجات كثيرة في الطريقة دي. فطبعا المشكلة طبعا أو الطريقة الأبرز بتكون من خلال اللينكات أو الروابط اللي بتتبعت، وبيكون مثلا المستخدم بدون قصد إن هو بيدوس على أي لينك من اللينكات دي، فبالتالي ده بطرق كثيرة قوي بيعرضوا للاختراق. فطبعا طول الوقت إحنا بنقول يعني من الخطأ جدا إن أي مستخدم يدوس على أي لينك يوصله في رسالة من رقم غريب، أو حتى لو من شخص برضه موثوق فيه، لازم يتأكد من أي لينك بيوصله، إن اللينكات دي تعتبر أخطر حاجة ممكن يتعرض لها المستخدم، يعني تعتبر من رقم واحد مثلا إن هو ممكن يتعرضه للاختراق. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مؤنس حواس الكاتب المتخصص في تكنولوجيا المعلومات.